بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. ندخل في هذا القصيد لسيدي الخضر بالخلوف رحمه الله، واللي يتكلم على قصة الزغران. لا، قصة الزغران معلومة. بسم الله. يا فارس، من تم جيت اليوم وعيد لي اخبار الصح معلومة، ويا عجلان ريد الملجوم وريت جنود الشوم المومة، يا سايني عطراد اليوم قصة الزغران معلومة. يا سايني كيف هاد القصة بين النصراني وخير الدين، واجتمعوا في برهم الأقصى بجيش قوي وجاو معتمدين، وتراصفون الروم بحترصة وصبحوا في المرصى عدا الدين. خرجوا ليك برا خرج الشوم، ولا خلوا من فوق وجه الماء، وخير البحرية يلي ملموم، وتمشي لك بخيار مزمومة. ويا سيني على طراد اليوم قصة الزغران معلومة. حتى طاو بالأمير شندادوش، وبالشيعة والقوس والبطاش، وانتدهوا وتخلفوا بجيوش وجيش القنت الكافر الغشاش، ويلقطوا الصيد البر والببوش، ولا خلوا من فوق الأرض حشاش. ارفع راسك يا علي المفهوم، يا سيد الحسنين وفاطمة، شوف بلاد المسلمين كراها اليوم، وتسبيها اهل الكفر الظلمة. يا سايني على طراد اليوم قصة الزغران معلومة. اللي تشكع الغرب اللي شطنا، ومن زيدور حتى الواد فكان، وقطعوا السيق وشبطوا اللهنة، وزادوا بالحركة حتى الزغران، وركب فارس سابق ودنا، وبالتعريف يبشر السلطان. البارح يقول زاد اليوم، ويا فرساني معاكم منتومة، بإذن الله الواحد القيوم، وتمسع بيت الكفر مهدومة. يا سيني على طراد اليوم قصة الزغران معلومة. اشتد السلطان بالحركة، وصار العين الحمى ونزل، واستوعب في طلبته وشتكى، مشان مقام التعلبي ودخل، واستفتح بالبر والبركة، وقدم جاه المصطفى ورحل، وظل يسير ونصراته القوم وسط متيجة وبحور الماء، في أمره جات العرب طموم، سلطان عادل طعته الأمة. يا سيني على طراد اليوم قصة الزغران معلومة. طبلوا عند الشايعي نقر، وعلامات النصر منشورة، وجات خيول إفريقية تنجر، وفراسين الحرب مدخورة، من لا در الله ينظر، ورقاب أن تنظر منظورة، في سكار يقيم كم اليوم، واللي جاوه قيادها ورمات، أحد الواد الشايع المعلوم فيه أضعان سويد ملمومة. ويا سيني على طراد اليوم قصة الزغران معلومة. جاو شيوخ سويد للسلطان، وفيهم بوكر ومحمد، وقالوا ليه يا أمير لا تليان، لا دين إلا دين محمد، استنشرح سلطاننا وليان، وجات وقوم زاهية ترعد، وصبحوا في حوضه بترات اللوم، ونزلوا بالخبية أود الخيمة، الخبية للترك غير النجوم، والخيام من الجزم قيومة. يا سيني على طراد اليوم قصة من الزغران معلومة. من بني راشد الواد سويد، وفراسين النطح عبد الواد، ويا مغراوة تحزموا للكيد، ومنكم خلفة سلطان وجواد، يا تيجان الحرب ليس بعيد، ومن مات وسكن جنة الميعاد، وظلت بالليم والليموم، وفيها رجال الدين مكرومة، والفردوس الطيور فيه تحوم، والسنادس في النوع مرمومة. يا سيني على طراد اليوم قصة الزغران معلومة. طال الكافر لين شاف الناس، وحقق في خيبته مشى مجدوب، قالوا ليه هل تدبير للفرطاس، لا تغدى علينا ويجونا ركوب، ثم نقاتل الراس بالراس، حق بالحق ولا بقات كذوب، بيت الكفار حارمين النوم، ومزامير القنت مغمومة،
جيش بلا سلطان غير يهوم، ودقت بيه جناح معدومة، يا سايلني على طراد اليوم قصة مزغران معلومة. عند طلوع الفجر حل الوكر وارتبعوا بفضايل الجمعة، وليهم جيش أغزيرك الزخار واحتل الميدان بسرعة. جيش الكافر أضحى عليه عصار من يغنيه صور للمنعة، وفيهم قوت للهند والمسموم لحت ليه فراس ملجومة. الميت منه مشى مرحوم وعمار الكفار مذمومة، يا سايلني على طراد اليوم قصة مزغران معلومة. ولا الميت في البطاحة فراش وتمشي الخلق عليه على سبيل الخيل، وبيضة وبيض اللون وصف الشاش وزرقة وزرق اللون وصف النيل، الدهمة ودهم اللون سود حباش، الخضرة وخضر اللون شبه بسيل، الصفرة وصفر اللون تونسي منظوم، في الخيطان الحرير مبرومة، الحمرة والحمر في القصيبة تعوم، وبقات نار غازية شومة، يا سايلني على طراد اليوم قصة مزغران معلومة. الكباريرس كلهم مرير ومات جوان وخوان الطغية، أمورينا زارني كرير ويا جاري برناك فينا، اليوم طار البنش البنير قال البنش مدري مية، حزناهم للصور ذاك اليوم وتسع آلاف بقات مغنومة في حيط الدشرة والحوض الدوم، تسع آلاف أمسات محطومة، يا سايلني على طراد اليوم قصة الزغران معلومة. الكابندو الكلب اليوم راسو طار والرقبة من الجز مقطوعة، ضربو شاطر حط بالمطيار ويلغالو بصوات منزوعة، والمدرع اللي في الحين صار شطار والشيعة بالسيف مقلوعة، ومشى الشارب كله مقسوم والسنة بالخيط مفرومة، وين النيف طابعو الخرطوم يتمسى بالهرم موسومة، يا سايلني على طراد اليوم قصة مزغران معلومة. طالع الفرطاس يوم مات في المغرب أهل الخزي ردموه، حلف ليهم سلطاننا بالتبات شيب النار من ترى جبدوه، احتاطوا بالفاس والمسحات ولحقوه بدنه من ترى جبدوه، دومارتي من البكا مهموم قال الحقوا وبادروا للماء، في عنقه الحبال ومشى محزوم ويتعشاو لدياب للفرمة، يا سايلني على طراد اليوم قصة مزغران معلومة. صبح برج العظيم الطويل ولن تجبر من فوق بحر الموج، ويشوفوك أنصار الفشتين برج الملول في السماء مهجود، لن يرقموك بنات ديمارتين بالكفرة كله مخلود، ويتحاقوت معاشهم زقوم وراهم الحنظل بعد الطيب الماء، اقتلنا من كان قايدهم وصحابه كترة بقاو تما، يا سايلني على طراد اليوم قصة الزغران معلومة. وين أصحاب القنت بول سنان، وين نصارى الجاسيسة، وين القصاصين والرهبان واللي عبدوا سيدنا عيسى، حشى روح ربنا الرحمن ويتمت، ما هو من فرسان ذاك القوم واللي زادوا ظلام على الظلمة، ترجاه الإسلام نمني قوم خير الدين يسير الأمة، يا سايلني على طراد اليوم قصة الزغران معلومة. طالع الكفار يوم السبت وخرجوا ليك من باب الزغران، اللي الغرب الصور كانوا سقات والدواد اطلاو بالقطران، حلف ليهم سلطاننا بالتبات واخدا العهد وشروط بالأمان، هذه التراكم جندة للروم وفزعة الكفار ملمومة، وإحنا قادوا قماح جينا اليوم وتهدت خرفان محطومة، يا سايلني على طراد اليوم قصة الزغران معلومة. واللي حضروا جاهدوا ومشاو، والبعض من الناس ما حضروش، واللي طاحوا في الحفير بقاو وكتر بدوك الناس ما صبروش، واللي جاوا الصبح يتمشاو ما صابوا في السوق ما يشروش، لا مسلك لا باب لا سلوم لا هدفة في السور لا فرمة، سور الأبيض بشريف ومحكوم وحايل بين الصيد والمرمى، يا سايلني على طراد اليوم قصة الزغران معلومة. والأمير حسن يوم الزغران حلف خلف الطار من العدو تحقيق، ورجع للبهجة روضة البلدان بغنايم شتى ونصر اللبيخ، ودعوا ليه يا ناس بالغفران ويجعل ليه ربي يوم المضيق طريق، والطربوش الصايد المفهوم
وندر الشوفة والغراب عما ما في الفرشي بالجناح يقوم حين الغط لقطع غطس في الماء يا سايني على طراد اليوم قصة مزغران معلومة والله يرحم قايل هادو البيات ولك حلو اسمه باباه عبد الله المشهور اسمه في المنفايات مغراوة عزلته جد رسول الله وأمه من بيت المحسنات اليعقوبية لنا كلها والله يرحم ناس في المنظوم والقاري والمستمع ديما ويرحم الناس خيار القوم خير الدين وسيلة الرحمة يا سيدني على طراد اليوم قصة الزغران معلومة وثمت